ينضم إلينا من القاهرة عبد الباسط بن هامل الكاتب الليبي ورئيس تحرير موقع الساعة 24. سيد عبد الباسط، يعني ما مدى جاهزية الجيش الليبي للتعامل مع هذه المعطيات؟ هو يعني الجيش لم يهدأ طيلة الفترة الماضية في إطار الاستعدادات، يعني على طيلة الأيام الماضية والأشهر الماضية من فترة من بعد وقت إطلاق النار القوات المسلحة في حالة تعبئة، ولكن الآن أعلنت ما يشبه النفير العام في كل أفرادها وفي كل وحداتها العسكرية، سواء منتشرة في مدينة سرت أو في الجفرة أو في كامل الهلال النصي. أعتقد أن الساعات القادمة سيكون هناك تعزيزات كبيرة لكل المواقع العسكرية، نظرا لأن وجود ليست قطع حربية فقط، هناك طائرات جسر جوي لم ينقطع على مدى الساعات الماضية ما بين قاعدة الوطية العسكرية وقواعد عسكرية تركية، في سواء قريبة من اسطنبول خرجت على مدى الساعات الماضية تحشيدات كبيرة جدا لتركيا، سواء على صعيد الأفراد سواء على صعيد المعدات صعيد على عدة صعد. حقيقة تركيا تصعد والمجتمع الدولي يتجاهل، للأسف أيضا البعثة تتجاهل، وهذا سيؤدي إلى انهيار الاتفاق العسكري 5+5، سينهار بكل تأكيد إذا كان استمرت هذه الوتيرة. أنا أعتقد أنه خلال ربما الأيام القليلة القادمة إذا كان استمر هذا الوضع فإننا على ننتظر رصاصة واحدة ربما ستعلن بداية الحرب من جديد في محيط مدينة سرت. طيب، يعني الحرب ستعلن من الجانب التركي كما فهمت من إشارتك، لكن يعني دور الجيش الليبي هنا هل فقط التعبئة والنفير العام والاحتشاد، أم يمكن أن ننتظر ضربات استباقية في ضوء التعزيزات التركية؟ أولا الجيش هو ملتزم بكل ما تعهد به أمام المجتمع الدولي ومن ضمنه في هذه التعهدات، عندما أعاد التمركزات لن ينطلق الجيش في أي اتجاه معين أو في أهداف، هو يراقب وينتظر فقط في حالة أي هجوم في حالة أي محاولة استفزازية فإنه سيرد عليها بكل تأكيد، يحافظ على تمركزاته على مواقعه لازال في أماكنه، بالرغم من أن هناك بعض الخروقات حدثت في اليومين الماضيين من قبل الميليشيات المسلحة، لكنه لم يتعامل معها. يعني هناك حكمة لدى القيادة العامة، هناك التزام بالتعهدات والاتفاقات، ولازلنا ننتظر حقيقة ننتظر من المجتمع الدولي أن يوجه أصابع الاتهام وأن يتركها تتمادى، لأن هذا سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بأكملها. يعني هل تتوقع أن يكون هناك رد فعل تركي بالانسحاب أو التراجع قليلا في ضوء هذا الاحتشاد والنفير العام من قبل الجيش الليبي؟ هو للأسف لا أعتقد أن التراك أو أردوغان شخصيا، عندما نعرف أن شخصية أردوغان هي شخصية هوجاء حمقاء، يعني شخص أرعن لا يعتد أبدا بالاتفاقات ولا يتعهد في حماية البلدان ولا يقدر سيادة البلدان الأخرى، بالعكس هو ينتهك البلد سيادتها بالكامل، هو يعتقد أن ليبيا هذه غنيمة ويريد السيطرة عليها، يريد الذهاب بعيدا للسيطرة على الموارد النفطية، هو حلمه الذهاب إلى المواني النفطية في البريقة وراسلانوف وغيرها والسدرة من الموارف الاستراتيجية المهمة التي أعادت ليبيا من جديد تصدير نفطها الذي بلغ 1,200,000. إذن سيد عبد الباسط بن هامل الكاتب الليبي ورئيس تحرير موقع الساعة 24، شكرا جزيلا لك.